حب فرهاد وأصلي هو حب أكثر من مستحيل، مثل الحب بين النار والبحر، أو بين الشمس والقمر، أو بين اللون الأبيض والأسود. بس القمر مستحيل يلتقي مع الشمس، والثلج مستحيل يقدر يعيش مع النار، واللون الأبيض ما بيتحمل ظلام الأسود. وفرهاد كمان ممكن يعمل أي شيء إلا أنه يلتقي بشيرين. أحياناً الحب بيصير من المستحيلات، بيصير لهيب وقت يبعد الحبيب، وبيحرق كل شيء كرمال دقيقة لقاء، ووقت بيصير اللقاء بيضل عم يحرقنا. صعب كتير نقدر نتحكم بالحب، حتى ممكن إنه نعشق السجن يلي محبوسين فيه ونغني للحب. Ah!
يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدينا الليلة بدنا نولع ضحك بدنا نرجع يا ليل كرمالي تعا روح وترك أخي حبيبي فهمني أنت شو عم تعمل؟ أنت أحلى شي بالكون كله، أنت وردة حياتي. اللي أنت من إمتى فايق لحتى قدرت تتحضر كل هدول الأكلات؟ شو كأنك ما والله كتير تعذبت فيهم، كمان انكسرت معي بيضة بالغلط، طلع تحضير الأكل مو سهل أبداً. تفضلي قاعدة ارتاحي بمحلك، بس بتعرفي كل الحق عليكي لأنه دللتيني كتير، لسه بدك ياني اتزوج كمان؟ حتى مرتك ما رح تهتم فيك مثلي، عن جد مو مصدق أنك عملت كل هالأكل، طاولة اللي عاملها بتاخد العقل، عن جد يسلموا أخي. أنت الشي الوحيد اللي بقيلي من أبي وأمي، أنت أختي الحلوة، أنت الوحيدة اللي مخليتيني مبسوط على طول. آخ لو كانوا أبي وأمي عايشين كانوا رفعوا راسهم فيك كتير يا أختي. كانوا رح يرفعوا راسهم فيك كمان. بعدين شو هالكلام؟ أنت كنت حنون علي مثل أمي، وكنت مثل الأب باهتمامه ورعايته، أنت درستني وربيتني وخليتني أوصل للي أنا فيه هلأ أخي. لشو هالحكي هلأ؟ ليش يعني ما بدك أحكي؟ أنت ما قصرت معي بنوم، هي هي الحقيقة ولازم أشكرك دائما. أنا عملت واجبي وبس، ما في داعي تشكريني بنوم. أنت أختي الوحيدة وبحبك كتير، ولا تنسي أنك رفيقتي كمان. وأنا بحبك أخي. شو لازم أعمل أنا هلأ؟ الشاي بالأول. الشاي؟ لا مو الشاي، استني شوي. ليش؟ شو عم تعمل؟ تفضلي هالهدية المتواضعة من أخوك، كل عام وأنت بخير. ليش عذبت حالك؟ ما كان في داعي. لا عذاب ولا شيء، هي شغلة بسيطة، حتى ما بينقال عنها هدية. شو شكلك ما حبيتيها؟ كيف يعني ما حبيتها؟ بتطير العقل. شكراً كتير أخي. تعرفي أكتر شي بتمناه إنه تكوني سعيدة، إنه ربنا يبعت نصيبك وتعملي لنا عيلة حلوة، يعني مشان أنا أقدر أتزوج وقتها. يعني بدك تخلص مني ما هيك؟ ماشي. تعرف أخي في شغلة كمان حابة إلك ياها. جاهز تحضر حفلة عيد ميلادي المساء؟ أي طبعاً بحضر. في شخص حابة أعرفك عليه اليوم. ليش مين بيكون؟ بالأول نزل حاجبك، وهالشخص اسمه سينان، دكتور مثلي. يعني نحن من فترة متعرفين على بعض، بس حابة إنه تتعرف عليه وتشوفه. اسمعيني كتير منيح، صح بدي اياكي تتزوجي ويصير عندك اولاد وينادوني خالي، متمني هالشي من قلبي، بس شو بيعرفني اذا هالزلمي منيح او اصلا فكره انه تعيشي معه بتخليني جن واتوتر وما اعرف شو ساوي. لا تعصب هلا، تعرف عليه بالاول وبعدين بنحكي، ما تحكم على القصه سلف، اهدى شوي وفكر بعقل. خلص انسى اخي. نعم. انت شو حاطط عنا؟ حاطط سجق. ايه لعم السجق احترق، لقوم لحقه بسرعه. يا حلوة يلا اصحي. شبك ليش زعلانة مني؟ اسطورة حبيبتي، يا احلى شي بحياتي، يا حبيبة قلبي واقرب رفيقة لي. تعالي تعالي. أخي فرح كتير وقت عرف إنه رح يشوفك. قلت له بتشجع بشكتاش، قال لي ممنوع يجي مشجعين لغير فريق. لشو ساكت؟ لا تكون زعلت لأني حطيتك تحت الأمر الواقع. أنا متمني إنه أتعرف على أخوك، بس متوتر شوي اليوم، كمان خبرتيني إنه أخوك شرطي. ما في يا شي، إذا شرطي هو ما بيأكل الناس. خلص سينان لا تكبر الموضوع، أنا واثقة أنه رح تحبوا بعضكم كتير.
إذا شايفة هيك فأكيد صح. أساساً يمكن يصير معه شي طارئ وما يقدر يحضر عيد الميلاد. لك أنت حيوان؟ شو مالك شايف؟ ثيابنا تبهدلت على الأخير. بسيطة، شو بدنا نعمل؟ طيب مو مشكلة، بس ما بعرف ليش عمل معنا هيك. منيح إنه عندي بدل احتياط بالغزانة. هلأ بغير ثيابي، المهم أنت ما تتضايق. ثيابي تبهدلت كمان، شو هاد؟ ما بعرف شو بدي أعمل هلأ.